الوزير الأول يشرف على تدشين باخرتين جديدتين لنقل الغاز الطبيعي المميع بوهران، ويؤكد على تكثيف الجهود للرفع من إنتاج الوقود، ويدعو إلى إعادة النظر في قانون المحروقات لجلب الاستثمار الأجنبي. الوزير الأول يثني على جهود رئيس الجمهورية في استرجاع السلم والمصالحة والمناسبة للذكرى والتذكير بالصور لأجل تحصين البلاد. المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية تنطلق غدا وتدوم إلى غاية 31 من الشهر الجاري، وعملية دراسة ملفات الترشح للمحلية متواصلة. النشرة أيضا إعادة هيكلة مستلزمات تربوية لصالح قطاع التكوين المهني ضمن دورات تمهينية، ومؤسسة التنظيف بالعاصمة تستحدث مصادر تمويل جديدة. ونتابع أيضا، وفي يوم عاشوراء أبعاد روحية واجتماعية سامية للتكافل، وعروض فولكلورية متوارثة في مهرجان سبيبة السنوي للتسهيل نجر. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الثامنة في مناسبة عاشوراء، مناسبة الطاعة والتآزر والتراحم، فكل عام والأمة الإسلامية والجزائر بألف خير. هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة إحياء بلاده للذكرى 68 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، مؤكدا له تمام حرصه وعزمه على مواصلة العمل سويا في سبيل التطوير المستمر للعلاقات أو لعلاقات الصداقة والتضامن التي تجمع البلدين منذ أمد بعيد، ومواصلة سنة الحوار والتشاور وتوطيد علاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بما يخدم مصلحتها أو مصلحتهما المشتركة. كما هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية محمد بوهاري بمناسبة إحياء بلاده لعيدها الوطني، معربا له عن إحياء أو ارتياحه لأواصر الصداقة والتضامن والتعاون القائمة بين البلدين، ومؤكدا تمام حرصه على العمل لمواصلة تعميقها وتعزيزها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين. كما عرب رئيس الجمهورية عن سروره لتقارب نظرة البلدين حيال أهم القضايا الإقليمية والدولية، ومؤكدا له عزمه على مواصلة ضم الجهود من أجل السلم والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الإفريقية. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هنأ أيضا رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسياديس بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى 57 لاستقلالها، مؤكدا له التزامه بالعمل سويا على تدعيم علاقات الصداقة العريقة التي تجمع البلدين وترقية التعاون. قام اليوم الوزير الأول أحمد يحيى بزيارة إلى القطب البتروكيميائي لأرزيو بوهران، حيث أكد من مصفات أرزيو أكد ضرورة مضاعفة الجهود للرفع من إنتاج الوقود للتخفيف من فاتورة الاستيراد التي تكلف الخزينة العمومية مبالغ كبيرة، خاصة مع انخفاض قيمة الدينار مما يزيد الوضع صعوبة. الوزير الأول تابع أيضا عرضا حول آفاق تنمية قطاع المحروقات الذي قدمه مسؤول المؤسسات المعنية. المتابعة كانت لحورية جرجار. تعكس زيارة الوزير الأول أحمد يحيى للقطب الصناعي النفطي والغازي بالمنطقة الصناعية برزيو بولاية وهران الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لقطاع المحروقات وسط تحديات اقتصادية ومالية داخلية وخارجية. أحمد يحيى وفي أول زيارة ميدانية له منذ تعيينه على رأس الجهاز التنفيذي يزور مركب تكرير البترول بأرزيو. هذا المركب الصناعي الهام تتسع قدرته لتكرير ما لا يقل عن 4,200,000 طن من البترول سنويا، وإنتاج ما لا يقل عن 1,500,000 طن من المازوت و500,000 طن من البنزين. هذه الأرقام والمؤشرات حملها يحيى لذوي الاختصاص للبحث في كيفية تقليل من فاتورة الاستيراد الوقود التي تقدر بملياري الدولار سنوياً.
Il faudra qu'on mette la cadence parce que le souci est le suivant. Ce n'est pas le souci spécialement du producteur que vous êtes. Le dinar étant dans sa situation, tant qu'on importe du carburant, tant qu'il nous revient plus cher. Et donc tant que nous paierons une subvention plus chère pour assurer le carburant à son tarif actuel pour le consommateur. مصفات أرزية والتي تشتغل حاليا بأعلى مستوياتها أملت ضرورة البحث عن استثمارات جديدة لتقوية الإنتاج تلبية للسوق الوطنية من جهة والاستجابة لطلبات الزبائن من جهة أخرى. الجواب جاء على لسان الخبراء، لابد من مصفات جديدة في كل من حسم سعود وتيارت وإعادة تأهيل مصفات العاصمة للحصول على الاكتفاء الذاتي وضمان التصدير. الوزير الأول أحمد يحيى استمع باهتمام لعرض خبراء النفط والغاز حول واقع ومستقبل شركة سوناتراك وسط منافسة دولية شرسة، كما حي مجهودات عمال هذا القطاع. بدي نقول لكم تفويضا من طرف سيادة رئيس الجمهورية ونيابة عن الحكومة وباسمي الخاص أن ثقتنا فيكم ثقة كاملة وأن حان الوقت أن نخبة سوناتراك تعود الثقة في قلبها وتستغل قدراتها في خدمة الشركة وفي خدمة الجزائر، وهذا يرسل رسالة الأمل للجزائريين والجزائريات أن إذا كان مر بمرحلة متعبة وهي أزمة مالية ومنجرة من تذبذب سوق النفط في العالم، فحتى النفط اللي يبقى حتماً لسنوات طويلة محرك أساسي للاقتصاد الوطني فيه أمل وأمل ملموس، وستبقى الحكومة تتابع بجنب الشركة نشاط أو تنشيط هذه المشاريع. السبب الثاني للتفاؤل هو تفتح قيادة سوناتراك لتحديات اليوم، وأردت أن أغتنم هذه الفرصة باش نشجعكم تمشوا في مجال المحروقات الصخريه كون ابل لو شيستو، والشركه عندها القدرات اولا باش تشرح باش تطمن المواطن الجزائري ان هذا الباب هذا مش راح يكون باب جهنم عليها والمغامره بصحته وبحياته، بل بالعكس هو باب ضمان مستقبل احسن له في مجال الطاقه ومستقبل احسن كذلك للجزائر في مجال استمرار مداخلها من باب الطاقة. الموضوع الثاني كذلك اللي نزيد نكرره اليوم هو ضرورة إعادة النظر في قانون المحروقات. قانون المحروقات موضوع ما نقدرش نبقى نفكر فيه إلا في حلزون جزائري جزائري. عالم المحروقات يعرف تحولات كبرى، فحال الوقت للجزائر كذلك أن تحضر إعادة القراءة وضروريا تعديل قانون المحروقات باش تكون عندنا قدرة نجلب شركاء ليساهموا معنا في ترقية قدرات البلاد في هذا المجال. خطوات أحمد ويحيى بمصفات أرزيو ومركب تمييع الغاز الطبيعي وميناء أرزيو إطلالة تؤكد الأفاق الواعدة لقطاع المحروقات بالجزائر في انتظار البدائل الاقتصادية. الوزير الأول أكد بالمناسبة على أهمية الاستغلال الأمثل للطاقة وتطوير هذا القطب الكبير، داعيا إلى ضرورة تجند الجميع لمرافقة عملية بناء الوطن عبر مختلف ورشات التنمية. نستمع. Je crois que d'abord le regard se porte bien sûr sur le secteur des hydrocarbures, mais en définitive il se porte sur l'Algérie. Il est vrai que dans une période de crise, dans la démultiplication parfois des analyses et des points de vue nihilistes, je ne dirais pas pessimistes, nous avons tendance à occulter que l'Algérie avance et à occulter ce qui symbolise l'Algérie qui avance. Bien sûr, nous sommes aujourd'hui dans un pôle majeur du secteur économique dominant de l'économie nationale, les hydrocarbures. Mais ce n'est pas simplement ce qu'on a vu, y compris la réception de ces deux grands méthaniers qui ont coûté plus que 400 millions de dollars. Au passage, ça fait partie de où est parti l'argent de ceux qui se demandent où sont allés les 1000 milliards de dollars. Mais au-delà de ces deux navires, de cet énorme complexe de liquéfaction et la raffinerie,
c'est, je suppose, l'exposé que vous avez suivi en même temps que moi sur les perspectives de développement de ce secteur. Le fait de savoir que nous avons tout ce potentiel et que nous allons faire tous ces pas de plus vers l'avant doit être, de mon point de vue, une raison bien sûr d'espérance pour notre peuple, mais aussi une raison de se mobiliser davantage pour accompagner de plus de rationalité, de plus d'efforts, la construction ou la poursuite de la construction de cette Algérie qu'a mis en chantier M. le Président de la République avec d'abord le retour de la paix et quasiment 18 ans d'efforts. Nous venons de voir par exemple une raffinerie modernisée, elle est réceptionnée maintenant, mais elle a été lancée en 2008. Nous venons de voir deux énormes méthaniers que nous réceptionnons aujourd'hui, qui ont été commandés il y a de cela 5 ans. Donc c'est ça, c'est la marche d'un peuple. Ce n'est pas une affaire d'un groupe de responsables. Et c'est pour ça que c'est l'Algérie, c'est le peuple algérien, qui doit s'approprier ses avancées, ses capacités, pour faire en sorte, comme le disaient nos amis de Sonatrach, aujourd'hui déjà réfléchir à l'Algérie d'après 2030. هذا وتعززت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمحروقات بباخرتين جديدتين لنقل الغاز الطبيعي مجهزتين بأحدث التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، وهو ما يساهم في الرفع من القدرات التسويقية لقطاع المحروقات مستقبلا. هاتان الباخرتان شكلتا اليوم محطة في زيارة الوزير الأول أحمد يحيى لميناء أرزيو بوهران. المتابعة لمراد مسوار. بحمولة إجمالية تزيد عن 171,800 متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع، تأتي الباخرة الجديدة يوغرتا كقيمة مضافة نوعية تتعزز بها مؤسسة إبروك لترفع من قدرة الأسطول البحري الوطني المتخصص في نقل المحروقات. هذه النقلة الجديدة تتوفر على العديد من المميزات التقنية والخصائص التكنولوجية الحديثة المبتكرة لغرض زيادة طاقة استيعابها لشحنات الغاز إلى الحد الأقصى ولضمان أعلى مستويات السلامة. Ce méthanier fait partie de la nouvelle stratégie de l'entreprise parce qu'il nous permet d'exporter plus de gaz sous forme liquide. Mais en même temps, on est en train de réfléchir à d'autres moyens tels que des pipelines pour pouvoir continuer à produire plus de gaz et à exporter plus de gaz. الوزير الأول أحمد أويحيا دشن اليوم هذه القطعة البحرية الجديدة وتلقى بالمناسبة شروحات مفصلة بخصوصها، بحيث تمتد على طول أزيد من 290 متر وبعرض يقدر ب 46 متر، وتضم 4 خزانات عملاقة تعبأ في ظرف 12 ساعة بوتيرة 12,000 متر مكعب في 60 دقيقة. وبنفس هذه الخصائص دعم الأسطول البحري الوطني بناقلة ثانية أطلق عليها اسم تسالا. الوزير الأول ثمن هذا المكسب الجديد الذي سيساهم في الرفع من القدرات التسويقية لقطاع الطاقة وزيادة المداخيل الوطنية. كما قام الوزير الأول أحمد يحيى بزيارة إلى مركب الغاز المميع ببطيوة بوهران، والذي ينتج 4.7 ملايين طن من الغاز الطبيعي المميع، إضافة إلى إنتاج البروبان والبيوتان والبنزين ضمن سلسلة عملاقة للتمييع والتخزين والشحن ذي تدفق يبلغ 20,000 متر مكعب في الساعة. دل الماضي والمزيد من التفاصيل. يتربع مركب الغاز المميع 3 ببطيوة على مسافة 54.6 هكتار بطاقة إنتاج تفوق 4 مليون طن سنويا، ناهيك عن إنتاج البروبان والبيتان والبنزين، كما يحتوي على سلسلة عملاقة للتمييع ومنطقة المنافع، إضافة إلى منطقة تخزين الغاز الطبيعي وشحنه بسعة 220,000 متر مكعب. الوزير الأول أحمد أويحيى من خلال تفقده لغرفة المراقبة استمع إلى شروحات مفصلة حول المركب والذي يعد جزءا هاما من حلقة تحويل الغاز إلى غاية تسويقه. بدأ المصنع واستفاد من آخر تطورات التكنولوجيا فيما يخص المردودية الطاقوية، فيما يخص الأمن الصناعي والمراقبة الإلكترونية للآلات،
نحن جد فخورين كجزائريين لأننا نتمكن من تسيير هذه التكنولوجيا بطاقات جزائرية كونت في الجامعات الجزائرية، وأتممنا تكوينها داخل المعهد الجزائري للبترول، ثم بالخبرة خبرة العمال القدامى. ويتطلع المركب إلى رسكلة الموارد البشرية عن طريق التجديد والتكوين، خاصة في البرمجيات الصناعية والتي يتم مراقبة الغاز من خلالها. الوزير الأول أشاد بجهود رئيس الجمهورية في استرجاع السلم والاستقرار إلى البلاد، مضيفا أنه بالأمس فقط تم إحياء مرور 12 سنة على ميثاق السلم والمصالحة، وذلك من خلال وقفة تم فيها استحضار ذاكرة شهداء الوطن. رئيس الجمهورية افتح الأفاق، رجع الأمن والسلم. وبالأمس كنا وقفة تذكارية على 12 سنة تاع المصالحة الوطنية. وبالمناسبة كلمة بسيطة والخارجة للموضوع هذا، قريت صباح الكثير انتقد. أنا نذكر أن في أناشيدنا غادات الثورة، ولو الموضوع يختلف على المأساة، كان نشيد يقول كإخواني لا تنسوا الشهداء. تصور لي، نشكر التلفزيون الوطني اللي بثتها. كان ترحم على ضحايا الإرهاب، وكانت ذاكرة للجزائريين مهما كانت توجهاتهم السياسية ولا، بأننا هذه الأمانة التي تسمى الجزائر يجب أن تحفظ. في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بدائرة القصر ولاية بجاية ظهر اليوم على 5 إرهابيين خطيرين، وتمكنت من استرجاع 5 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف، كل منها مزودة ب3 مخازن ذخيرة مملوءة. تأتي هذه العملية النوعية متممة للعملية السابقة في 28 سبتمبر الفارط، والتي مكنت من القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، كل منها مزود ب3 مخازن ذخيرة مملوءة. وتبعا للعملية المنفذة من قبل مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 28 سبتمبر الفارط، والتي مكنت من القضاء على إرهابي خطير بدائرة القصر بولاية بجاية، تم التعرف على هوية هذا المجرم، ويتعلق الأمر بالمسمى سين حليم المكنى أبو إبراهيم، والذي التحق بالجماعة الإرهابية سنة 2004. في سياق متصل، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس خلال عملية بحث وتمشيط بسكيكدا مخبأ يحوي مواد غذائية مختلفة وألبسة، فيما ضبطت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن بتمن راست بندقية رشاشة وكمية من الذخيرة تقدر ب376 طلقة. وتؤكد هذه العمليات جهود قوات الجيش الوطني الشعبي في تعقب هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم عبر كامل التراب الوطني، يختم البيان. تنطلق غدا فترة المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية، والتي تدوم إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، حيث دعت وزارة الداخلية المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين 18 سنة كاملة يوم 31 أكتوبر لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم، ومشيرة إلى أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة 4:30 مساء ما عدا يوم الجمعة. هذا وتتواصل عملية دراسة ملفات الترشح لانتخابات المجالس الولائية والبلدية المنتظرة الشهر القادم، حيث ينص القانون على أن تكون فترة دراسة الملفات على امتداد 10 أيام التي تلي نهاية موعد وضع الملفات، والتي كانت في 24 من الشهر الماضي. تحييها الجزائر اليوم على غرار الأمة الإسلامية مناسبة عاشوراء التي تكتسي بعدا دينيا وروحيا يستحب فيها الصيام والصدقة، والتي تعد أحد أوجه التكافل الاجتماعي. بلدية مقلع بأعالي تيزي وزو تعطي في كل مناسبة عاشوراء نموذجا حيا عن هذا الترابط والتضامن بين سكان المنطقة، نكتشفه مع الزميلة سهيلة زيدور. نتابع. العاشر من شهر محرم موعد ثابت كل سنة
عيد عاشوراء بالغروس بلدية مقلع ولاية تيزي وزو، مناسبة للتلاحم وتنمية روح التضامن. رايوني كاع الفيلاج نجمعوا كاع لي زونفون الشيوخ اللي يسكنوا في الجزائر ان بو بارتو على خرجة تاع الدشرة باش هنايا نتلاقاو كاع ونتعرفوا كاع. البداية بالبيع بالمزاد لرؤوس التيران التي توزع لحومها على أهل القرية مناصفة بين العائلات. أنا شريت هذا البزلوف حبيت نصدقوه كاع اللي ما عندوش ما عندش ميم با خبر شكون اللي يديه على وجه الله وباش نعاونوا الدشرة. جمعية القرية التي تجمع تبرعات الهبات والاشتراكات التي حددت بعشرين دينار على كل فرد دون تمييز لصندوق القرية الذي يهتم بشؤون السكان. انا كتخدم تدار في الغروس يتسمى الى قد يلي ذم ديا يسو دار النظام المعنى الشغل كي ماشي نكون هادي سنوفان ذاني الا نجانا سيد الوالدين النا الا قسنفك الدريانا مثل فكاري الدريانا يتسمى نخدع الوالدين او فاني لقسو الدريا دي سيكيزن الى قمرد الحق تاع شورت ديوت القيمه اكسان قدين لنا يسعى القيمه مقرن والى قرص نذكر كان كاكي. بعد صباح حافل ياتي دور تجميع البيض والصدقات من البيوت، طقوس اعتاد عليها الجميع لترسيخ رمزيات عيد العاشوراء. الغروس تستقبل جميع أبنائها فيأتونها من كل حدب وصوب ومعهم زوار لإحياء هذا العيد. أنا جيت من ولاية الجلفة، عرضني خويا ناصر لهنا بون بور ديكوفري سيت ايفينمون تاع عاشوراء. نسمعوا احنا من قبل برك نسمعوا باللي عاشوراء سي ان بو اكسيبسيونيل هنا في لاكابيلي سي تادير عندهم عادات شويه مختلفه علينا. دون بار لو فيلاج لي مانيفيك إلي بروبر. On fait un événement qu'on appelle qui est exceptionnel, qui n'est pas de tous les jours. Je suis très, très reconnaissant qu'on appelle aux membres du village parce qu'ils sont accueillants. Sur le Rosdan, mais dire au Chagda. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit وحنا رانا كي جيت هنا لاحظت ان كاين تماسك في العائلات، يعني العائلات الكل يتجملوا، يعني حتى جميع سكان الغروس هذه يشاركوا. اجواء الفرح لهذا اليوم المميز قد تختلف من قريه الى اخرى، لكن تبقى معانيها واحده. وبمناسبة عاشوراء شاركت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة منيمس غنية داليا المقيمين بدار المسنين بالحامة بقسنطينة، شاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة الدينية، حيث أكدت على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذه الفئة والبرامج الموضوعة لترقية الفئات الهشة. حسن ميطاطلا والمسيد. ارتأت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية إيذاليا أن تشارك مقيمي دار الأشخاص المسنين ببلدية الحامة بقسنطينة يوم عاشوراء. وبالمناسبة أكدت السيدة الوزيرة على العناية التي توليها الحكومة لهذه الفئة من خلال الاهتمام والرعاية بهؤلاء المقيمين. الدولة عازمة في استمرارها بالتكفل بهذه الفئات لأنها جزء منا، ما نقدروش نتخلاو على وحنا معروفين الجزائريين بالتضامن فيما بيننا حكومة وشعبا، ونغتنم هذه الفرصة للإدلاء بالشكر والامتنان لكل المحسنين والمساعدين سواء كانوا جمعيات أو أشخاص اللي يساعدونا في التكفل المعنوي والمادي. كما كانت للسيدة الوزيرة زيارة إلى المركز النفسي البيداغوجي بالحامة والذي يعمل على تحقيق الإدماجية المهني والاجتماعي، ودعت إلى ضرورة تتمين قدرات هذا المركز. في قطاع الفلاحة وبفضل استراتيجية الدولة لتطوير المنتجات الفلاحية، سجل فلاح ولاية سيدي بلعباس نتائج مرضية في مختلف الشعب خاصة الكروم والرمان. نجمة حارش. عرفت ولاية سيدي بلعباس في السبعينيات باختصاصها في زراعة العنب، قطاع يعرف اليوم تطورا ملحوظا تزامنا مع السياسة المنتهجة من طرف الدولة لدعم المنتوج الفلاحي. على بعد 20 كيلومترا من الولاية مستثمرة فلاحية مختصة في زراعة العنب، 29 ألف شتلة على امتداد 25 هكتارا وبمردود يفوق 500 قنطار سنويا. On a la Musca Italia et on a la Victoria. Les deux variétés. Elles sont adaptables à ce climat. Elles ne demandent pas trop d'eau.
كونفورميمون على ناتور دي سول. وببلدية سفيون مستثمرة أخرى في إنتاج فاكهة الرمان 10,000 شجيرة على مساحة 12 هكتارا بقدرة إنتاجية تفوق 400 قنطار. عندنا نفس السيستم، نستخدم une variété qui c'est une variété aqua. المساحات الفلاحية مزودة بأحواض مائية تقدر سعة كل واحد منها بخمسين ألف متر مكعب. بلدية سيدي علي بن يوب غرب الولاية هي الأخرى تعرف قفزة فلاحية في إنتاج الكروم. في 200 هكتار كاين 100 هكتار عنب، والمئة هكتار الباقية ما بين خوخ ومشمش. العنب هذا سيتان نوعية جديدة لسون بيبا. العنب ينتج في القطار من 400 قنطار ل 600 قنطار. الخوخ من 600 حتى ل 800 قنطار. المشمش من 200 قنطار حتى ل 400 قنطار. ومع توجه الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال الانتاج الفلاحي، تشهد ولاية سيدي بلعباس العديد من المستثمرات في مختلف الشعب الفلاحية. فلاحيا دائما، ورغم الدعم الذي خصصته الدولة للفلاحين بولاية الجلفة، إلا أنهم ما يزالون يعانون من مشاكل عديدة تحول دون تنويع الإنتاج وتحسينه. يونس لك حلديب. نحن هنا بمنطقة بنهار شمال ولاية الجلفة. هذه المنطقة التي يتوزع على ترابها عديد المستثمرات الفلاحية، منها مستثمرة الحاج علي الذي أبى رغم تقدمه في السن إلا أن يخدم هذه المستثمرة. الحمد لله خير، ربي يتفعك لعناك، تشوف رجلين الزيتونك، تشوف روحك، تشوف صور الزيتون، الله يبارك، الحمد لله والله. ورغم اجتهاد هؤلاء الفلاحين في تحسين الإنتاج وتنويعه، إلا أنه ورغم دعم الدولة لهم يبقى مشكل الكهرباء يلقي بظلاله على عاتق الفلاحين. هاتني فريقو طني سجرة، دي قاعد سجرة، قاعد تحم سجرة كي الزيتون كي التفاح، كاين 8000 تفاح وكاين 1200 زيتون، زدت غرستنا 2000، عطوني المشماش، عطوني كسر خير، عطوني قريب زوج ملاير الحمد لله. حاجة ضرورية ما عطوهناش، تريسيتي ما كاش، تاع 50 قطار يعطيني كونتر واحد. المنطقة هذه تاع سرس وبلدية بنهار منطقة منتجة، ولكن عندنا مشاكل. مثلا مشكلة تاع الطريق في السكة الحديدية هذه اللي راهم داروها، السكة الحديدية داروها من عين والسارة حتى البحبح، ما خلوناش احنا مدخل للمنطقة تاعنا باه ندخلوا، يعني غدوة حنايا مانيش عارف منين رايحين نعودوا ندخلوا. هذه نقطة من النقاط. كاين مشاكل ثاني شوية، يعني كيما نقولوا احنا التوسعة تاع الخطوط تاع الكهرباء الفلاحية، ماذا بنا ثاني تتوسع أكثر. مديرية المصالح الفلاحية بولاية الجلفة بدورها تعمل جاهدة على إرضاء الجميع رغم ضعف الأغلفة المالية بسبب سياسة ترشيد النفقات. بالنسبة للكهرباء الفلاحية، نظرا لبعد المستثمرات عن بعضها بعض، هذا يطرح مشكل كبير، لأنه جميع الأغلفة المالية ما تكفيش. الأرض لمن يخدمها شعار يرفعه فلاحو المنطقة، ويرفعون معه تحد ضد الظروف الطبيعية القاسية وقلة الإمكانيات. وفي أخبار الطقس، ستشهد العديد من ولايات شرق البلاد تساقط أمطار غزيرة تكون مصحوبة أحيانا برعود ورياح قوية ابتداء من ظهيرة اليوم إلى غاية يوم غد على الساعة 3 حسب ما أفاد به أو أوردته نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية. ويتعلق الأمر بكل من ولايات المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، باتنا، خنشلات، بسة وأم البواقي. في قطاع الأشغال العمومية، شرعت ولاية ميلا في أشغال كبرى تشمل إعادة التهيئة وإنجاز طرق ازدواجية من شأنها إنعاش التنمية وفك العزلة عن الولاية، خاصة بعد ربطها بميناء جنجن بولاية جيجل. سهيلة زيدور. 33 سنة بعد التقسيم الإداري الأخير، ها هي ميلا في ورشة كبيرة للأشغال العمومية.
من أهم الإنجازات الطريق الاجتنابي الشمالي المزدوج لمدينة ميلا على طول 12 كيلومترا مع إنشاء 4 جسور بالإضافة إلى تحديث وتهيئة الطريق الولائي رقم 135 مكرر بمسافة 18 كيلومتر الذي يصل الحدود الجنوبية لولاية جيجل عبر الطريق الوطني رقم 105 مع بعض المنشآت الفنية مثل الجسر العملاق الجديد بطول 250 مترا فوق الوادي الكبير. احترام المعايير التقنية اللازمة شرطا أساسيا نظرا للانزلاقات التي تكثر في الإقليم المحيط بعاصمة الولاية. لو بروفيل اون ترافير تيب لو كور دو شوسي في 1.42 متر، يعني حاجه اللي ما ندارش من قبل خلاص دار علينا عام ويصب الثلج باللي باذن الله هذه راح تشد الطريق. مشروع الطريق الجديد الذي يربط الطريق الولائي رقم 6 بالطريق الولائي رقم 1 مع انشاء جسر جديد قصد ربط دائره رواشد ببلديه منار زارزا. اختصرنا الاتينيرار اللي يفترض انه يمشيو عن طريق تسدان وفرجيوا رواشد الى 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 ميلا. هناك يعني في اطار مخطط يعني تاع المديريه والقطاع والسلطات الولائيه يعني ان بورتفوي ديتود اون كور دو رياليزاسيون كي سادريس اي سي فوكاليزي سو لي ديدوبلومون دو روت ناسيونال، لان ما يخفكش ان هذا لو روتار راه اونسيان بارابور ولايه مار اي دوبوي لا نيسونس دو لا ولايه. وتجدر الاشاره الى الجسر العملاق على وادي منار الذي يختصر 7 كيلومترات من الطريق. هذه المنشاه الفنيه التي تعرف تاخرا في الانجاز بالرغم من اهميتها. طول الجسر هذا 600 متر يفك العزله على الاخر وينحي هذا الانعراجات اللي كاينين هنايا. هذا الجسر هذا مهم جدا للشركه صابطه من الجانب هي داخل في اطار تحويل التكنولوجيا. غياب الشريك الكرواتي عن العمل بالجسر اجبر الاطارات الجزائريه على اتمام العمل. درنا دي كونسلطاسيون بور سبيسيالمون اسيستونس تكنيك. عندك لاسيستونس تكنيك ابارتير دو لا يل فون نوز اسيستي وحنا تولي اليد العامله 100%. مجمل هذه الانجازات من تحديث شبكه الطرقات تتماشى والنظره الاستشرافيه لمكانه الولايه مستقبلا. كيف يمكن أن نحول مراكز التكوين والتعليم المهنيين إلى مؤسسات منتجة وخالقة للثروة؟ العينة من ولاية بازا حيث قام متربسو مركز التكوين المهني ببوسماعيل قاموا بإصلاح طاولات مدرسية في 6 بلدية. محمد الأمين بوتومي. سنوات قليلة إلى الوراء كانت توجه الطاولة التي في مثل هذه الحالة إلى البيع بالمزاد العلني أو يطالها النسيان. في تيبازا الأمر اختلف، فالمتربصون بمراكز التكوين المهني يسترجعون الطاولات قصد تصليحها وإعادة تأهيلها. عندنا قانون اللي يسميه التكوين الإنتاجي اللي يسمح للمركز باش يعني يقدم خدمات للمؤسسات. كانت الفكرة باش ندعموا قطاع التربية الوطنية اللي كان عنده بعض المشاكل في الطاولات سورتو يعني المدارس الابتدائيه. قبل الدخول المهني جلدنا الاساتذه وجلدنا ايضا المتربصين والمتمهنين اللي جاوا في مادوت وخدموا، راكم شفتوا والعمليه ما زالت مستمره. العمليه التي تمر على مراحل الى غايه الانتهاء منها عادت بالنفع على مديريات التكوين والتربيه وعلى المتربصين. العملية بدأت من شهر جوي إلى يومنا هذا، تم تكليفنا بحوالي 2500 طاولة، وتم تصليح إلى غاية الدخول الاجتماعي هذا تاع سبتمبر حوالي 850 طاولة، والعملية ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا. الفائدة هذه تاعنا احنا رانا تعلمنا خبرة ورانا نتعلموا مع الشيخ تاعنا الأستاذ، وفائدة للتلاميذ خير من اللي يروحوا يشروا وحدة جديدة تستقام لهم 1,200,000 ولا 1,500,000. إلى إحدى مدارس بوسماعيل التي استفادت من الطاولات بعد إصلاحها، وقفنا على هذا الحل الذي وفر الكثير. وعندنا ثاني 300 طاولة اللي راهي على مستوى الحظيرة اللي كانت رايحة تروح المزاد العلني. مع اللي شفنا هذه المبادرة بحت نجحنا فيها، صافي راهي التكوين المهني دا هذا الانيشيتيف باه يقدر يزيد يخدم لنا 300 طاولة واحدة أخرى.
وشفنا باللي نجحنا فيها اوليو اللي تزيد تعاود تروح تشريو كامل، نعاودو ريكيبيرو لي طابل هادو، لي طابل راكم شفتوهم ودرنا عليهم، كاين متربصين راهم يتعلموا بصح كاين دي بروفيسيونيل اللي خدموا فيها. هذه المبادرة الناجحة تستدعي تعميم العملية إلى قطاعات وعتاد آخر ما دامت الآلية موجودة واليد العاملة مؤهلة. قصد المساهمة في رفع نفاياتي البلدية الواقعة خارج النسيج الحضري للعاصمة، شرعت مؤسسة إكسترانات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري في العمل سنة 2014، وإن كانت تستفيد من تمويل مباشر من قبل الولاية إلا أنها تسعى اليوم إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى لتخفيف العبء عن الخزينة العمومية. نادية دراجي. عبر شوارع العديد من بلديات العاصمة تجوب يوميا شاحنات مختلفة الأحجام كتب عليها اسم إكسترانات، مهمتها رفع نفايات 31 بلدية بتعداد سكاني يفوق المليوني نسمة، ينتجون يوميا أزيد من 1600 طن من النفايات، كم هائل استدعى وضع دراسة علمية لتسييرها وتثمينها بمنطق علمي حديث يسهر عليه طاقم من خريجي الجامعات. العمل بنظام النظام الجغرافي حتى يكون أحسن تغطية للمنطقة اللي رانا نعمل فيها، اللي هي 31 بلدية اللي تساوي 625 كيلومتر مربع. كنا عندنا ما يقارب 40 شاحنة دكاكة في 2014، يعني كانت شيء صعيب نوعا ما. حاليا 2017 لحقنا 323 شاحنة دكاكة. عمر المؤسسة اليوم لا يتعدى 4 سنوات، تشغل أزيد من 5000 عامل وتعمل على جلب موارد أخرى للتمويل. الدور تاعنا هو المراقبة والتفتيش والإشغاء المواطن، كي تكون حالة باريكزوم مثلا نفايات ما ترفدوش ولا حنايا نروحوا لهذاك المكان ونشوفوا اسكو كاين هذاك المعلومة هذيك صحيحة ونبلغوا. حاليا هذا البلاستيك الاسترجاع إلى غير ذلك راح يدخل في هذا النطاق باش ينقص نوعا ما العبء على الخزينة العمومية. رايحين حاليا في اتفاقيات مع كل الهيئات العمومية والخاصة اللي راهي تنجد نفايات، مثلا الإقامات الجامعية، المطاعم الجامعية، المؤسسات الخاصة، فنديروا لهم دراسة على كميات النفايات اللي راهم يخرجوها ونعطوا لهم السعر تاع الطن من النفايات. بدينا البيع كرتون مثلا اكثر من 1600 طن اللي بعناها لطونيك مؤسسة عمومية. في هذا المركز بالرغاية تقوم مؤسسة إكسترانات بعرض النفاية في شكلها الاقتصادي، فالنفاية بعد تدويرها مصدر لخلق الثروة ولمناصب الشغل أيضا. تشجيعا للبحث العلمي في مجال تكنولوجيا الصيدلة، نظمت دار العلوم بجامعة الجزائر هواريب ومدين نظمت ملتقا حول تكنولوجيا الصيدلة تحت شعار صحة 2017 بمشاركة أساتذة جزائريين وأجانب، قصد الوقوف عند النتائج العلمية المحصلة في مجال الصيدلة ومدى تفعيل دوره في المجال أو دورها في المجال الجزائر مع تبادل الخبرات لإثراء البحوث العلمية في بلادنا في عرض للتكنولوجيا الحديثة في مجال الصيدلة. إحياء للذكرى 12 للمصالحة الوطنية، قامت جمعية غاديوز وممثلون عن شرطة سيدي بلعباس بزيارة تضامنية لعائلات المعلمات اللواتي اغتالتهن يد الإرهاب في مجزرة عيندان ببلدية السفيسف التي وقعت ذات 27 سبتمبر من عام 1997، حيث تم تكريم أسر الضحايا بأوسمة استحقاق وشهادات اعتراف، كما نظم لقاء بمتوسط شعباني بمشاركة تلامذة هذه المؤسسة التربوية التي اشتغلت فيها شهيدات الواجب المهني. ونظمت اليوم المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول ورشة عمل متخصصة في تحليل المعلومات الجنائية، يشارك فيها 22 مشاركا من الجزائر بالإضافة إلى إطارات من المغرب وتونس. الدورة تهدف على مدار 5 أيام إلى تقديم الدعم والمساعدة لضباط الشرطة العاملين في الميدان في تحليل المعلومات الجنائية واستخراج أجوبة واستنتاجات منطقية قصد استغلالها في الميدان ومكافحة مختلف الجرائم.
وفي إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك عصابة تتكون من 11 شخصا من بينهم مسبوقون قضائيا. تمت مداهمة 4 أحياء التابعة لإقليم اختصاص المجموعة، من بينها قرية سيدي البشير، حي الشهيد محمود بلدية حاسي بونيف، حوش صنابي بلدية سيدي معروف، حي النجمة بلدية سيدي الشحمي، بمشاركة كل وحدات المجموعة الإقليمية. أسفرت هذه العملية بنتائج إيجابية، بحيث تم توقيف 11 شخص من بينهم كلهم مسبوقين قضائيا من أخطر المجرمين في هذه المناطق المذكورة. في أخبارنا الدولية، إسبانيا في البداية أدلى الناخبون في إقليم كاتالونيا بأصواتهم في استفتاء حول انفصال الإقليم الذي ترفضه الحكومة في مدريد وتعتبره غير شرعي. هذا واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب والمواطنين المحتشدين عقب غلقها مراكز ومكاتب الاقتراع، مخلفة أكثر من 400 جريح لحد الآن. من جهة أخرى، أكد رئيس إقليم كاتالونيا أنه وبغض النظر عن نتائج الاستفتاء، فإن الحوار مع الحكومة المركزية أمر ضروري للتوصل إلى حل حول الاستفتاء. في ملف أزمة ميانمار، أطلقت المفوضية السامية الأممية لشؤون اللاجئين نداء لتوفير أكثر من 80 مليون دولار لتوفير الاحتياجات العاجلة لأزيد من نصف المليون لاجئ في البنغلاديش، الذي تنوي نقلهم أي البنغلاديش إلى عشرات المخيمات من كوكس بازار إلى مخيم أكبر مزود بكل الضروريات. إلى ذلك، وافق مجلس حقوق الإنسان الأممي على تمديد ولاية البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ميانمار. في فرنسا، قتلت امرأتان بسلاح أبيض في هجوم بسكين بمحطة قطار بمدينة مارسيليا، فيما قامت الشرطة الفرنسية بإجلاء المحطة وتوقيف حركة القطارات، حيث أوكم بشرت قوات الأمن حملة تمشيط موقع الحادث للتأكد من عدم وجود متفجرات أو شركاء محتملين للمهاجم. وفي كندا، أصيب 5 أشخاص من بينهم شرطي إثر هجوم بالطعن والدهس بشاحنة في مدينة إدمونتون الكندية المشتبه به، وحسب مصادر أمنية قام بطعن الشرطي قبل أن يشرع في دهس المارة. هذا وإذن فيما أوقفت السلطات المشتبه به ولم يعلن عن المزيد من التفاصيل حول هويته لحد الآن. الحصاد الرياضي اليوم مع محمد الشماني الحاضر معنا بعد الفاصل. أسعد الله مساكم. بداية، كشف الناخب الوطني لوكاس ألكاراز سهرة أمس عن قائمة اللاعبين 23 المعنيين بمباراة الكاميرون ضمن الجولة الخامسة من تصفيات مونديال روسيا المقررة في 7 أكتوبر الجاري بياوندي. القائمة عرفت غياب بعض الأسماء كمحرز بن طالب وسليماني، في حين تم توجيه الدعوة لأسماء أخرى لأول مرة، يقول زميل يوسف رزيق. وبحكم أن الجزائر مخصات رسميا من التنافس على تأشيرة روسيا، فقد فتح الناخب الوطني لوكاس ألكاراز الباب لتجريب بعض اللاعبين الجدد على غرار محمد فارس لاعب هيلاس فيرون الإيطالي الذي تلقى الدعوة لأول مرة لتدعيم صفوف المنتخب الوطني، وصخرة دفاع الوفاق الصيفي عبد القادر بدران والحارس المتألق في صفوف نادي فاردو توفيق مساوي. أسماء دعمت بقية التشكيلة التي عرفت أيضا عودة سفيان فيغولي العائد بقوة مع ناديه التركي غالاتا سراي، وكادامورو الناشط مع ناديه نيم في الرابطة الثانية الفرنسية، ولاعب فيردر برام إسحاق بالفضيل وزين الدين فرحات لاعب لوهام. أسماء عوضت تلك الغائبة عن هذا التربص مثل إسلام سليماني ورياض محرز عن ليستر سيتي، وكذا نبيل بن طالب من شالك 04، وعدلان قديورة وكارل مجاني القائد السابق للخضر الذي قرر الاعتزال دوليا. القائمة هذه المرة تميزت بحضور قوي للاعبين المحليين، فقد وجه لوكاس ألكاراز الدعوة أيضا لكل من فاروق شافعي، عبد الرحمن مزيان وأسامة درفلو من اتحاد الجزائر، وصفيان بن دبكة من مولودية الجزائر. تشكيلة
تشكيلة المنتخب الوطني ستدخل غدا تربصا بالمركز التقني بسيدي موسى. في آخر أخبار كرة القدم الوطنية، سترسل لجنة المنازعات التابعة للرابطة الوطنية المحترفة غدا آخر إنذار لـ 13 فريقا من المحترف الأول ومثله من المحترف الثاني وفرق من رابطة الهواة بشأن الديون المستحقة للاعبين والمدربين والبالغة 28 مليارا لأندية الرابطة الأولى و22 مليارا لأندية الرابطة الثانية، فيما يستثنى من الإجراء كل من اتحاد الجزائر وأتلتيك بارادو ونصر حسين داي رفقة غالي معسكر وأمل بوسعادة وجمعية عين مليلة وهي فرق بدون ديون. لجنة المنازعات بمعية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم منحت الأندية أجلا ينتهي في ديسمبر القادم قبل تحويل الملف إلى لجنة الانضباط. في المحترف الثاني يواصل فريق وفاق سطيف وشباب بلوزداد التحليق في الصدارة بعد تعادلهما في قمة مباريات الجولة الخامسة، جولة تميزت بتحقيق أول فوز لاتحاد بالسكرة واكتساب اتحاد البليدة لأول نقطة لها منذ انطلاق الموسم، فيما فاز شباب قسنطينة على مولودية الجزائر وشبيبة الصورة على أتلتيك بارادو، وبدورها أحرزت شبيبة القبائل الأول فوز لها بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو على حساب دفاع تجنانت. أما ديربي الغرب وهران بين المولودية المحلية والجار اتحاد بالعباس فانتهى بالتعادل هدف لمثله. هذا وتختتم مباريات الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى يوم الثلاثاء 10 أكتوبر بديربي عاصم يجمع بين اتحاد الجزائر واتحاد الحراش. في أخبار المحترف الثاني التحق فريق مولودية بجاية بريادة ترتيب البطولة مناصفة مع جمعية عين مليلة بعد عودته بفوز من ملعب أهلي برج بوعريريج، بينما عادت عين مليلة بالتعادل من تنقلها إلى العاصمة لمواجهة رائد القبة، وسجل المتصدر السابق شبيبة سكيكدا أول هزيمة عندما تنقل لمواجهة سريع غليزان في اختتام مباريات الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، كما حقق الصاعد الجديد إلى المحترف الثاني وداد تلمسان أول فوز له على حساب جاره مولودية سعيدة في ديربي، فيما انتهى ديربي الغرب الآخر بين غالي معسكر وجمعية وهران بالتعادل السلبي. في آخر أخبار الكرة الإفريقية، وبعدما تعادل اتحاد الجزائر بملعب 5 جويلية أمام الوداد البيضاوي لحساب ذهاب دور نصف النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية، انتهت مباراة الذهاب بين النجم الساحلي والأهلي المصري منذ لحظات بسوسة لصالح الفريق التونسي بهدفين لهدف، فيما انتهت مباراة تيبي مازامبي الكونغولي حامل اللقب بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بهدف لصفر أمام نادي الفتح الرباطي، وتعادل الإفريقي التونسي مع مضيفه سوبر سبور الجنوب إفريقي بهدفين لهدف في مباراة الذهاب. في آخر أخبار الكرة الألمانية، وصل بايرن ميونخ بمدربه المؤقت نختم الحصاد على إيقاع محركات الفئة الأولى وصور جائزة سنغافورة الكبرى التي عرفت تتويج الشاب الهولندي ماري فارستيبان متسابق شركة ريد بول الذي وقع على مسلك سبانس ثاني تتويج له في المسار، متقدما على حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون متسابق شركة مرسيدس، فيما عاد المركز الثالث للأسترالي داني ريكياريو من ريد بول أيضا. نتائج جائزة سنغافورة أقول رفعت الفارق بين المتصدر هاميلتون والملاحق سيباستيان فيتال في الترتيب العام المؤقت. وعلى وقع أصوات المحركات نختم حصاد اليوم، عودة إلى الزميلة أمينة. شكرا محمد. وعلى وقع الأغنية القبائلية نواصل والنشرة، حيث اختتمت أمس ببجاية فعاليات الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية القبائلية بتتويج الفائزين بالمراتب الأولى، إلى جانب إحياء حفل ساهر حضره جمهور غفير. التغطية كانت للأخضر كعوان. أربع ولايات دخلت غمار المنافسة ضمن فعالية الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية القبائلية،
والذي اختتم أمس بتكريم وتتويج 4 فرق مشاركة. أما الجائزة الأولى فعادت لفرقة فورناسيونال من تيزي وزو. إن شاء الله وسي إن شاء الله يا ربي. أذكى لي في هذه لبارمي هذه لبارمي للوريا ذي الكونكور يجي لندي تمن راست. البليز امبورتون سي لا رونكونتر واحد ذي شنين مقرانون كم يونيسيت مقلة تكلي حياثن كمال حمادي الجيذا. سفاس كي تقول ارثق راه ما كتطليم وسعدك تقول فيني كرزن الحمد لله ونوي غير هكا نعرض بك الدوية اين لان ذا جديد اين لان ذا مينوس ارثفاس كي داير داير ديفا نساكيا. حفل الاختتام ضم بقعة من الفنانين الشباب من خريجي مدرسة ألحان وشباب، حيث استمتع الجمهور الحاضر بمختلف الألوان الموسيقية. ذاكرة متوارثة هو عنوان الحافلة الأندلسية الكبيرة الذي نظمته دار الأوبرا بعلام بالسايح وأحياه الجوق الوطني للموسيقى الأندلسية تكريما إذن لذاكرة شيوخ الطرب الأندلسية. قل يوسف تافر. على درب الكبار بن صاري بن عاشور سري ودالي كان الوفاء لكبار المشايخ بأصوات صناع الطرب الأندلسي. موروث ثقافي كبير وعظيم جدا، ومن الواجب علينا أن تكون ذاكرة متوارثة لكي لا يندثر مهما يروح الناس هذا الإرث الكبير. أنا لقيت روحي في لا ميوزيك أندالو في الأوركستر وجمع لي مع ناس تادير زدت تعلمت أنا زدت بوكو بلوس نزيد نتعلم. هما جاو لنا أرضية وحنا والأرضية تاعهم كانت صلبة هذا ما فيش شك، وهذا اللي خلانا اننا نمشيو على نفس الطريق. صحت يا ناكر الجميل ليش حبيبك تعذب. هي ليلة الذكرى والذاكرة ببحات أهل الأندلس وجوق موسيقي محترف جمع بين الصنعة والملوفي والغرناطي. ونختم من إليزي حيث احتفل اليوم سكان جانات بالعيد السنوي لأسبيبة. أسبيبة تعددت روايات حول إحياء هذه المناسبة بين من يقول أنها معاهدة سلم بين عرشي المهان وزلواز، وأخرى تقول أنه احتفال بانتصار النبي موسى على فرعون. إبراهيم بالخير. السبيبة الهبة المهداة، الاحتفال بها سنويا أهلها لأن تكون بطاقة تعريفية لسكان جانيت بكل امتياز. سكان تاع مدينة جانيت يحتفظوا على هذا التراث، وأيضا السلطات سواء المحلية ولا المركزية يعطوا التفاتة خاصة لهذا التراث، لأن المواد واللباس والأشياء اللي يعني مستعملة راه يعني اليوم اصبحت ماهوش في متناول اي كان. احنا رانا فرحانين شفنا هاد يعني هاد القبائل اللي غادي يقدموا الاستعراضات والطبيعه والتقاليد كاع تاع يعني تاع المنطقه، وهذا الشيء يشرف بالنسبه للتراث الجزائري. تتعدد الروايات حول جذور سبيبه، فهناك من ارجعها الى معاهده سلم بين عرشي المهان وزلواز، لكن الروايه الشائعه تقول ان المناسبه تخليد لانتصار النبي موسى على فرعون. سبيبه هذه مناسبة قديمة ما قبل الميلاد، تأسست عندما
غرق فوق فرعون وانا جاء موسى رضي الله عنه. اول مره نحضر مهرجان سبيبه، ما شاء الله الله يبارك. هذه لازم نعدو اعتبار التراث تاعنا، لان عندنا مهرجانات مصنفه عالميا، للاسف اغلب احنا الجزائريين ما نعرفوهاش، وبلادنا غنيه جدا ثقافيا، لازم نعاودوا نحيوها. وعلى إقاعة الجونجا تستمر المنافسه بين الطرفين في تقديم لوحات فنيه غايه في الروعه والجمال. كانت تقاليدنا هانت الجدودنا ويا زارنا انت مغارنا خناتنا ما عدسنا تماتنا انا هنا كاني نرانا رات الشباب انت دوك نمدانا تتقالنا. ومن بوابه اليونسكو انتقل السبيبه الى العالميه كموروث ثقافي لا مادي يحتفل به يوم عاشوراء بمدينه جانيت. الى التذكير بابرز ما ورد في نشرتنا اليوم. الوزير الأول يشرف على تدشين باخرتين جديدتين لنقل الغاز الطبيعي المميع بوهران، ويؤكد على تكثيف الجهود للرفع من إنتاج الوقود، ويدعو إلى إعادة النظر في قانون المحروقات لجلب الاستثمار الأجنبي. الوزير الأول يثني على جهود رئيس الجمهورية في استرجاع السلم والمصالحة، والمناسبة للذكرى والتذكير بالصور لأجل تحصين البلاد. المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية تنطلق غدا وتدوم إلى غاية 31 من الشهر الجاري، وعملية دراسة ملفات الترشح للمحليات متواصلة. تابعنا أيضا إعادة هيكلة مستلزمات تربوية لصالح قطاع التكوين المهني ضمن دورات تمهينية، ومؤسسة التنظيف بالعاصمة تستحدث مصادر تمويل جديدة. وتابعنا أيضا وفي يوم عاشوراء أبعاد روحية واجتماعية سامية للتكافل، وعروض فولكلورية متوارثة في مهرجان سبيبة السنوي للتاسيلي نجد. تمنى مشاهدينا شكرا لكم والسلام عليكم.